اعترفت إيرلندا وإسبانيا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين المستقلة في خطوة قد تتبعها دول أوروبية أخرى رغم التحذيرات الإسرائيلية. أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أن الاعتراف سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو، وأكد رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس أن هذه الخطوة تم تنسيقها مع إسبانيا والنرويج، واعتبرها يوماً تاريخياً لإيرلندا وفلسطين. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن الاعتراف بفلسطين أمام البرلمان بعد جولات لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة. استدعت إسرائيل سفيريها في إيرلندا والنرويج وأكدت أنها لن تصمت على هذه الخطوة، محذرة من عواقب وخيمة في حال تنفيذ إسبانيا وعودها.